نجوم السماء. نجم السما النهارده معانا نزل على الارض تيام قمر. اهلا بيك يا قمر. اهلا بيك. قول لي بسرعه، حسيت بايه من فوق وانت نازل؟ يا لهوي، ده ايه ده؟ انا عمري ما حسيت الاحساس، يعني هو احساس ما يتوصفش، احساس بانطلاق غير عادي. اكتر مكان عايز تنط من فوق في السما فيه في مصر فين؟ اكتر مكان في مصر العلمين. تفتكر ليه سموها راس محمد؟ هو عامه ممكن من فوق كانت على شكل شخص كده، يعني انا شفت كده ممكن حد كده عجوز مثلا، راجل كبير. على فكره ملاحظه قويه جدا، لان صح؟ الناس بتقول صح، الناس بتقول من فوق اللي يشوف راس محمد هي اكنه راجل كبير بلحيه. محمد مين احنا ما نعرفش، بس هي راس محمد. طب كويس، عشان هي بين سلاسل جبليه شكلها مثلث. طب ده انا جامد اهو. جامد جدا. محمية راس محمد فيها بحيرة مسحورة، الناس بتيجي تتمنى أمنية عند البحيرة دي. قدام البحيرة المسحورة يا تيام، تتمنى إيه لمصر؟ أتمنى إن مصر تفضل بأمان، ويفضل شعبها فرحان دايماً وعايش حياة حلوة، وإن إحنا بلدنا دايماً تكون بالحلاوة والجمال ده. المحمية الطبيعية عموماً فيها جو هادي جداً. لو هتقضي هنا شهر واحد وهتاخد معاك كتاب واحد وأكلة واحدة، ايه هو الكتاب وايه هي الاكله؟ هاخد امي. وبالنسبه للاكله هاكل بيتزا. ايوه. وبالنسبه للكتاب، كتاب حياتي يا عين. كتاب حياتي يا عين بالظبط. عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتها لمين وقلت فيها ايه؟ ربنا يستر، تعالوا نسمعها. والله انا ناسي اصلا ايه اللي حصل. انا دلوقتي جاهز جدا ان انا انط، ومتحمس بقالي كتير قوي، بس كل ما الوقت يقرب كل ما الخوف والتوتر بيزيدوا، فيعني اتمنى ان احنا ننط قريب. عايز اقول لكل حد يعرفني وكل حد بيحبني، بحبكم. ربنا يستر ماما بابا ياد، ربنا يخليكوا ليا. شجعوني اقدر بقول وصيتي بجد.